مسؤول الأهلي وصلوا لاتفاق مع عمرو جمال مهاجم الفريق المقيد ضمن قائمة الانتظار حول تجديد عقده لمدة 3 مواسم، واللاعب رحب بالتجديد، وحاليا مسؤولي النادي بيدرسوا إعارة اللاعب لأحد الأندية اللي طلبوا التعاقد معاه سواء محليا أو خارجيا. طبعا عمرو جمال يحق له التوقيع لأي نادي حاليا نظرا لأن عقده مع الأهلي هينتهي بنهاية الموسم ده. نروح لخبر تاني.